اسقيها ليا. كما كتشوفوا معايا المشاهدين، اليوم غادي نعمر هاد البريوات حتى هما غادي نديرهم وجبه الافطار، معمرين بالكفته واللوز والشعريه الصينيه كما شفتوا معايا. هذه هي الورقه ديال البسطيله ديالنا اللي غادي نعمرو، هي هذه. انا قسمتها على جوج، درت هنا شويه ديال الزبده باش غادي ندهن باش تجيني مقرمشه وتجيني رطبه. وبالنسبه للعماره هي هذه، دايره فيها الكفته ودايره مشحره في البصله واللوز مطحون والشعريه الصينيه. دابا غادي نبدا باش نعمر. كناخذ القياس اللي انا باغا نعمر به وكنبدا نطوي البسيطله ديالنا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الجنيوه هذا ديريه هنايا، تاهو مدهون بديك تاهو كيجيك مقرمش. هذه هي البسيطله ديالنا، غادي نعاود معاكم الثانيه. كندهن شويه الزبده بحال هكا، كنجيب عماره بحال هكا دابا. حيت انا غادي نطيبها في الفران ما نحتاجش ندير لا دقيق لا والو، غادي تبقى لاصقه، ما غاديش تقسم. داكشي علاش كتشوفوني نعمر معاكم حتى هذه. بالنسبه للطويار راه كيجي ساهل، غير اللي ما بغاش يطويهم بحال هكا كتجي، كيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين. غادي ندير الثانيه، الزبده راه غير جمدات. دابا بعد ما غادي نلويهم كاملين غادي ندير لهم شويه ديال الزبده من الفوق، وغاديه نديرهم في الفران باش يطيبوا.